السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله يا ربي بصحه جيده. هذا الموديل كنت عملته معكم من الاول حتى الاخر، يعني عملت معكم كاع المراحل ديال الخدمه ديال هذا الموديل هذا. فهو على ثوب جوهره، الثوب ديال جوهره، يعني من ثوب المسلك اللي فيه الصم. خدمته بالحرير ديال القصبه، ماشي بالحرير المبروم، خدمه بالحرير ديال القصبه. هذا الشكل هذا عملته تقريبا بالتفصيل اللي عملت من الملاقية حتى نصف جوزة، وعاد بديت تاني تنفتح في الجوزة الاخرى، والعقيق حتى هو. يعني تقريبا جميع المراحل قمت بها، جميع المراحل. وحتى الدوره ديال العنق حتى هي عملتها تقريبا حتى هي بالتفصيل، فهي عباره على المتكي. كل شيء غادي توجدوا في القناه اعمال يدويه مع ام نور. وحتى اليدين، حتى اليدين تاهما تقريبا بحالهم بحال العنق. فهو تيجي مباشرة رائع البنات، وغزال صراحة. يعني ماشي زي ما غير هكذا، يعني موديل زوين يستحق تجربوه، وخصوصا يعني المبتدئات، يعني ما كيتطلبش واحد المجهود كبير بزاف، فهو غاية في الروعة. كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم.